السلام عليكم ورحمة وبركاته. في تركة بسيطة كده في بلندر ممكن تعلي أو توصل الموديل للرياليزم. هنتخيل إن ده بيلدينج طبعا مش واقعي، ولكن نتخيل إن ده مبنى ودي طبعا الفلور الأرضية. فعن طريق إضافة نود بسيطة فممكن نوصل للرياليزم. ليه الموضوع ده؟ لأن ده لو مبنى وده الفلور أو الجراوند يعني، فالمفترض إن فيه رطوبة بتوصل هنا، ف أول مثلا نص متر بيكون في رطوبة حوالين المبنى أو حوالين السور أو حوالين أي عنصر للفلور. وطبعا بيكون في شادو أوتوماتيك، بيكون في شادو في المناطق في الكورنرز أو في مناطق التقاء تو سيرفيسز. فهنشوف إزاي نضيف الكلام ده. هنضيف أول شيء البرايت كونتراست، خلي ده دلوقتي. هنضيف نود بسيطة اسمها أمبينت أوكلوجن، كنترول شيفت، دي الأمبينت أوكلوجن. طبعا الشادو خفيف، فهنضيف طبعا الكالر رام. الأمبينت أوكلوجن تو فاكتور، وفي الكالر رام دي هيكون نتيجة نهائية للأمبينت أوكلوجن. السامبلز هنقول اللي هي 40 وليكن. طيب عشان ده كده يكون عندنا الفاكتور دي، ده كده عبارة عن ماسك. لما تقولين ده عبارة عن ماسك ودي التكتشر، طبعا يكون في تكتشرز كولر وهكذا، ممكن يكون في اكتر من كولر. هنضيف بقى الميكس ار جي بي بحيث نضيف ده كده هيكون عندنا هو الفاكتور. الكالر هيكون وليكن ده الكالر، ممكن يتم تغييره على حسب، ممكن يكون حاجة زي كده، أو ممكن يكون جرين بحيث يدل على الرطوبة أو العشب. دي كده النتيجة النهائية بعد إضافة الأمبنت أوكلوجن. اللون طبعا ده ممكن يتغير. في حاجة بسيطة بس، الأونلي لوكال ده كده هيضاف بس الأوبجكت ده، لكن لو لغينا التشيك فأي أي عنصر أو أماكن التقاء أي اتنين أوبجكت، أماكن التقاء التو سيرفيسز، هيتم تفعيل الأمبنت أوكلوجن. يعني معناه لو تم تفعيل الأونلي لوكال فقط هيتم إضافته على العنصر ده فقط. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وإلى اللقاء في عدة دروس قادمة.